بسم الله الرحمن الرحيم. أي محرك بيقابلني لازم بيكون موجود عليه روزيتا. من خلال الروزيتا اللي موجود عليه بقدر أعرف إمكانيات المحرك ده، يعني أقدر أعرف قدرته قد إيه، أقدر أعرف الأمبير بتاعه قد إيه، أقدر أعرف يشتغل نجمة دلتا، أعرف الفولت بتاعه قد إيه، أقدر أعرف كم لفة في الدقيقة المحرك، أو كمان بيبقى موجود عليه ممكن أعرف الكتلة بتاعته قد إيه. طب لو جينا نبص على الروزيتا عندي هنا الموجودة على المحرك ده، أول حاجة هنا بيقول لي إيه ده، المحرك ده 165 كيلو جرام، ماشي، كتلته 165، كويس. الهرتز بتاعي ده فيه ممكن يشتغل 50 هرتز وممكن يشتغل 60 هرتز. طبعا احنا عندنا هنا في بلدنا انا بشتغل على 50 هرتز، يبقى انا الشغل بتاعي في المنطقة دي ايه معنى 380 على 660 فولت، يعني هو بيشتغل 380 ولا 660. نبص كده جنبها دلتا ستار، ده معناه لو انت هتشغله دلتا هيشتغل على 380 فولت، لو انت هتشغله ستار هيشتغل على 660 فولت. طب انا في بلدي ما فيهاش 660 فولت، يعني كده مش هشتغل ستار دي خالص، لا ينفع هتشغله ستار على 380. بس هنشرح الكلام ده دلوقتي، لان انت هتلاقي الامبير اختلف معاك وهتلاقي القدرة اختلفت كمان معاك. تاني حاجة موجودة عندي هنا بيقول لي 22 كيلو وات، كيلو وات دي وحدة قدرة، وبالتالي بيقول لي قدرة المحرك 22 كيلو وات. طب لو أنا عايزها بالحصان، أنا عارف إن 1 كيلو وات بيساوي 1.34 حصان، أنا عندي 22 كيلو وات، وبالتالي لما أحب أجيب الحصان هضرب في 1.34 هيديني 29 حصان، 29 هورس باور. طيب نيجي نكمل بعد كده، عرفنا الجهد عندي 380 في حالة توصيلة الدلتا و660 في حالة توصيلة الستار. طيب بالنسبة بقى الأمبير، برضو هنا بيقول لي 41.3 على 23.8 أمبير، ده معناه إيه؟ ده بيقول لي برضو لو أنت اشتغلت دلتا الأمبير بتاعك هيبقى 41.3. طب أنت لو اشتغلت ستار هيبقى الامبير بتاعك 23.8، ده في حالة ايه؟ ده في حالة الجهد 660 فولت. نخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا، اللي انا ما عنديش 660 فولت انا هشتغل على 380، وبالتالي الامبير بتاعي مش هيبقى 23.8، وده اللي احنا هنعرفه النهارده. نكمل مع بعض، بيقول لي هنا اي اف اف ده الافيشنسي اللي هي الكفاءة، كفاءة المحرك بيقول لي 91.2%، يعني ما معناها 91%. كوزين سيتا معامل قدرة المحرك جابها لي هو بيقول لي 89%، ده ينفعنا الكلام دوت في القانون. عندي هنا 2940 لفة على الدقيقة، ده دوران المحرك في الدقيقة 2940 لفة. طبعا الكلام دوت لو احنا بنتكلم في 50 هرتز، لا طبعا لو بنتكلم في 60 هرتز هنلاقي المحرك بيشتغل 440 فولت، بيشتغل دلتا بس. قدرة المحرك هتلاقيها زادت هنا، بقت 24.5 كيلو وات. الكفاءة قلت، دي طبعا حاجات على المحرك، بس خلي بالنا ان عدد اللفات هيزيد عن لو 50 هرتز. هنا كان 2940، هنا 3540، ده معناه ان الهرتز لما بيزيد بيزيد عدد اللفات او عدد دوران المحرك في الدقيقة. عندي هنا الامبير بتاعي 39.7، بس هنا في حالة الايه؟ الدلتا فولت 440 فولت هرتز 60.